جائزة لها أهدافها وغاياتها. الجائزة الأولى تتعلق بشركاء التنمية، وهم أصحاب المبادرات الفردية الشخصية التي يتقدمون فيها أو يسعون من خلالها إلى حل مشاكل أو أوضاع في مجتمعاتهم المحلية أو على مستوى المملكة العربية السعودية. فهذه المبادرات حقيقة تستحق الدعم، ونحكم عليها من خلال يعني سلسلة طويلة من الإجراءات ومن الخبراء والمستشارين الذين يدرسون هذه المبادرات ويحلونها ويلتقون بأصحابها، ومن ثم يتم التقييم. على ضوء ذلك يعني المؤسسة تستبعد المبادرات أول شيء التي لا تنطبق عليها الشروط، ثم لاحقا تستبعد المبادرات التي لا تحصل على النقاط أو الدرجات العليا، وتكتفي بثلاثة فائزين. فهذه السنة تقدم لنا 741 مبادرة، انتهت إلى ثلاث مبادرات. تعتقد المؤسسة أن هذه الثلاث مبادرات لكل منها الحق أو تستحق أن تكون في المركز الأول.